برنامج رحالة الدنيا. طاف أكثر البلاد وأقام بين حاضرها والباد، فعرف أخبارها وسبر أغوارها، آثار للأعمال التاريخية. تقدم لكم برنامج رحالة الدنيا، جولة في رحلات الشيخ محمد بن ناصر العبودي، يصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز عويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات مع هذا اللقاء المتجدد من هذه اللقاءات التي لنذكر لكم فيها بعض المشاهدات لأولئك الرحالة. وكنا قد ذكرنا في لقاء ماض مقدمة حول أحد الرحالة الذين سنعيش وإياكم معهم بعض مشاهداتهم، وهو الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله، وهو عالم من علماء المملكة العربية السعودية. ولد في بريدة عاصمة القصيم في سنة 1345 من الهجرة الموافق سنة 1930 من الميلاد، وقد شغل منصب الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، وأتاح له عمله في الرابطة زيارة معظم البلاد الإسلامية وغير الإسلامية والتي كان الهدف منها التواصل مع العالم الإسلامي، فأثمر هذا عن أكثر من 160 كتابا في أدب الرحلات، وله كتب أخرى في غير هذا الفن. وكنت قد اتفقت وإياكم إخواني أخواتي أن أبدأ في رحلات قارة آسيا، وتحديدا سأبدأ في الهند. الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله زار كل الولايات الهندية على وجه التقريب، وكان لزيارته لهذه الولايات الهندية الملمح المهم الذي دونه في هذه الرحلات، فذكر لنا أن الجزء الجنوبي من أرض الهند يتميز عن شمالها، ولعل أعظمها أثرا ما يتعلق باختلاف اللغات وتباين المعتقدات وحتى الأصل العنصري القديم، فإنهم قد اتفقوا في التسليم على أنه مختلف في الشمال عن الجنوب، فالشمال ينتسبون إلى الجنس الآري القادم إليهم عبر جبال الهملايا، والجنوبيون من الدراور الذين هم أهل البلاد الأصلاء. وأيضا من الفروق ما يتعلق بالدين والمعتقد، فلا شك أن الإسلام قد دخل شمال الهند عن طريق الفاتحين، وفي جنوبها أدخله التجار السائحون، ومذهب أهل الشمال هو مذهب الحنفي، وأما مذهب أهل الجنوب فإنهم من الشافعية. سأبدأ بجنوب الهند قبل شمالها، وسأذكر لكم بعض اللطائف والغرائب. ستلاحظون إخواني أخواتي أنني لن ألتزم منهجا معينا في ذكر فوائد الرحلة للشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله، بل سأذكر لكم هذه الفوائد مرتبة حسب إيرادها في الكتاب، يعني لن تكون مصنفة، لن أورد ما يتعلق باللباس لوحده وما يتعلق بالطعام لوحده، إنما سأبدأ معكم بذكر فوائد الرحلات رحلة الرحلة. فاليوم مثلا نتكلم عن جنوب الهند، في لقاء مقبل نتكلم عن شمال الهند، ثم وسط الهند، ثم كشمير، ثم نذهب إلى بعض آسيا وبعض أفريقيا، رحلة رحلة، ونذكر لكم الفوائد المذكورة في تلك الرحلات. ستلاحظون أيضا، وهو المنهج الذي سرنا عليه في الرحلات السابقة، أن الفوائد المذكورة لا يلزم أن تكون متعلقة بمشاهدة معينة دونها الرحالة، بل قد تكون لطيفة تاريخية أو أدبية أو شرعية أو غير ذلك من الفوائد واللطائف. وسأحرص إن شاء الله تعالى على أن أذكر لكم أهم الفوائد واللطائف والمشاهدات، لأنه من الصعب أن أستوعب لكم في هذه الدقائق كل ما جمعته لكم من فوائد تلك الرحلات، هذا أمر سيطول جدا، لكن سأذكر لكم أهم هذه الفوائد، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر بحوله وقوته فتطبع هذه الفوائد ضمن موسوعة أعد لها. فهناك عندي بحمد الله
مئات الرحلات المطبوعة والمخطوطة التي يسر الله قراءتها وفهرستها وترتيب فوائدها، لعلها تخرج قريبا بإذن الله. نبدأ مع الشيخ محمد الناصر العبودي، وأذكر لكم بعض مشاهداته في جنوب الهند. وبالمناسبة حتى لا أنسى، هذه الرحلات منها ما قد مضى عليها زمن، منها في أواخر الستينات الميلادية، السبعينات، الثمانينات، التسعينات، في بداية الألفية الثانية. فقد تلاحظون أن بعض المشاهدات تعبر عن وقت مضى، لأنه لم يرحل لها قبل سنة أو سنتين. طيب، من اللطائف التي دونها في رحلته في جنوب الهند ما يتعلق بمدينة بومبي، عاصمة جنوب الهند، عاصمة الهند. بومبي يقولون إن أصل تسميتها بومبي بالميم في أولها، يعني هي مش بومبي بالباء، وإنما مومبي بالميم، مومبي، وحرفها الإنجليز إلى بومبي، ومعناها ساحل البحر. وهذا لعله إن شاء الله أيضا سيأتي، مثل مدينة دلهي. مدينة دلهي الأصل في تسميتها دهلي بتقديم الهاء على اللام، ولذلك نجد في تراجم بعض علماء هذه المدينة وغيرها ممن استوطن هذه المدينة وتلقى العلم في مدارسها وجامعاتها، يقولون في ترجمته في النسبة الدهلوي، الدهلوي بتقديم الهاء على اللام، لكن تغير الآن وقدمت اللام على الهاء، دلهي. وهذا حاصل قد لا يكون سببه سببا دينيا في محاربة المسلمين، لا يلزمون ذلك، لكنها يختلف نطقها. يعني مثلا مدينة نيسابور التي ينسب إليها الإمام مسلم رحمه الله تدعى اليوم نيشابور، وهي إحدى المدن الإيرانية الشهيرة. مدينة مرو التي تقع في أوزبكستان أو طاجكستان تسمى اليوم مرا، أو هي تقع في أوزبكستان في أقصى الجنوب تسمى اليوم مرا. وهناك مدن كثيرة تغيرت، حتى عندنا في الكويت، عندنا على سبيل المثال الرحى سميها إحنا اليوم رحية، السيدان سميها إحنا اليوم السادة. ولو أردت أن تتتبع المدن التي تغيرت ستجد أن هذا بحر لا ساحل له، يصعب حصره. من اللطائف التي دونها الشيخ رحمه الله في رحلته في جنوب الهند المثل العامي، وهو مثل مشتهر في نجد وفي غيرها. يقول المثل: الهند هندك الياقل ما عندك، الهند هندك الياقل ما عندك. يعني إذا قل ما عندك من المال فاذهب إلى الهند، إذا قل ما عندك من المال فاذهب إلى الهند. وهذا يعرفه أهل الخليج تحديدا، فأهل الخليج عندهم عناية في الذهاب إلى الهند منذ القدم، وكانت هناك التجارات الواسعة الشهيرة لأهل الخليج مع بلاد الهند، وكانوا يقيمون هناك وكانوا يستفيدون من إقامتهم في الهند في التجارة، وكانت تجري لهم الكثير من الأخبار التي يصعب حصرها. دعوني أذكر لكم فائدة جرت لأحد أهل الكويت القدامى. عندنا مثلا عائلة السنافي، عائلة السنافي عدة عوائل في الكويت، لكن أنا أريد عائلة السنافي العوازم. هذه عائلة شهيرة من عوائل العوازم، وهي أسرة خير وفضل وطيب، والعوازم وهل الكويت إن شاء الله كلهم كذلك. لكن هذا الرجل جرى له موقف غريب، لأن السنافي هذا لقب أطلق على رجل يقال له محمد. محمد هذا من العوازم، محمد بن عيد، كان من فخذ المساحمة، وهي إحدى بطون قبيلة العوازم. لما رحل في مطلع القرن العشرين إلى السيلان وكان معاه مجموعة، لما وصلوا إلى هناك والناس فيها قحط وحاجة، وصلوا إلى هناك ووجدوا أن الإنجليز قد منعوا الناس من الصيد والتجارة، منعوا الناس من الصيد، فما عرفوا إيش يصنعون. فقال لهم هذا محمد بن عيد المسحمي، هذا من طيب أصله وحرصه على يعني ربعه إن يوقف وياهم،
ومثل ما نقول احنا هبريح ونشمي وسنافي ايضا. قال الربعة بيعوني الواحد من التجار على اني عبد وخلونا نشتغل. واشتغل فعلا قعد اشهر 3-4 اشهر لما جمع مبلغ معين، ثم بعد فترة بعد ما خلصوا بخلاف القصة وطبيعتها، لكن جاب لهم كروة المركب اللي رجعهم الكويت. اشتغل لما دبر لهم المبلغ وكان يصرف عليهم طوال هذه الأشهر، وفعلا بعد ما جمع المبلغ كروة الردة له الربعة، والناس أهل جوع وقحط وبلاء ولا عندهم اللي يرجعهم. رجعوا مع مركب من هالمراكب لما وصلوا الكويت، ولما وصلوا الكويت سولفوا السالفة هذه لأهل الكويت، فوصلت السالفة للشيخ مبارك الصباح الله يرحمه حاكم الكويت آنذاك. فلما علم بالقصة سأل الشيخ مبارك من هالعازمي هذا اللي سوى هالسوات هذه؟ قالوا له يا طويل العمر هذا محمد بن عيد البسحمي. قال نادوه وراحوا قابله، فقال له الشيخ مبارك، قال له انت ما انت محمد، انت سنافي. كلمة سنافي معروفة في اللهجة، تطلق على الإنسان اللي يعرف بالشهامة والقيام بحق الآخرين والفزعة الطيبة، فلقب بهذا اللقب محمد بن عيد، وصار هذا اللقب ملاصقا لأسرته إلى يومنا هذا. وهذا لا شك أنه من الفضائل التي تنسب له. هذا الناس أول اللي كانوا يروحون للهند، وإحنا نعرف أصلا أن بعض العوائل الخليجية ومنها عوائل كويتية ناسبوا ناس من أهل الهند واستقروا هناك فترة، وكثير من أهل الكويت دفن هناك في الهند، وكانت لهم مكاتب تجارية شهيرة جدا فيما يطول ذكره. ففعلا المثل صحيح، الهند هندك لياقل ما عندك، فمن قل ماله فليذهب إلى الهند. من الأشياء التي ذكرها الشيخ محمد بن ناصر العبودي في مشاهداته في بلاد الهند ما يتعلق بطبيعة الناس هناك، فيقول الشيخ حفظه الله وهو يذكر لنا طبيعة الناس في هذه البلاد، يقول السائح العربي المثقف يرى في الهند في هذا الوقت أعجوبة العجائب وغريبة الغرائب في دنيا السياسة، إذ كيف يحافظ على وحدتهم أناس يبلغ عددهم 600 مليون نسمة يتكلمون عشرات اللغات، منها 16 لغة رسمية، ويعتقدون عدة ديانات، وتختلف مواطن سكناهم من حيث الخصوبة والإنتاج، فضلا عن الجواء جمع جو والحاصلات، ومع ذلك حافظوا عليها حتى الآن، وبديمقراطية لهم عجيبة رغم كل التناقضات. ثم هم شعب فقير، بل ربما يعد بعض أفراده من الجياع، ومع ذلك يفجرون الذرة ويصنعون الطائرة ويسعون إلى صنع الدبابة، وهم لا يعدون من الشعوب النظيفة، ومع ذلك تجد أماكن في الهند فاخرة تضاهي غيرها من الأماكن الفاخرة في العالم وإن كانت ضيقة المساحة. فعلا هذه بلد التناقضات، وسنعرض شيئا من التناقضات في حلقة مقبلة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج رحالة الدنيا للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.